whatever the position is. McBurnin بوينت وذاك اعمل تشوف McBurnin تندر McBurnin تندر McBurnin ابن سايد تندر McBurnin ابن سايد بيشن بيشتكي من بين في الرايت اللي هي في الثواني تندر McBurnin على طول ابن سايد وان سيمبتوم وان سايد. ليه بقى؟ لان انا مش محتاج بقى ان انا اقعد ارخ ودماغي واحد في اكيوت ابن سايد يعني اكيوت ابدومي واقعد انا بقى افكر لا ده ابن ده ده مش ابن لا ده ابن ده مش ابن لا مش ابن لغايه ما العين يموت مني فلازم يبقى في جاي رابط جاي ان انا شخص ابن سايد وان سيمبتوم بين لغايه اللي هي الفرصه وان ساين تندر في رايت اللي هي الفرصه او مكبين البوينت على طول اكيوت ابن سايد وخاصة لو لقيت معاه اليوكوسيتيك كاونت عالي. اليوكوسيتيك كاونت اللي هو الوايت بلاد سيل عدد كرات الدم البيضاء. ابص الاقيها 13 17 دي على طول 17 والاقي تندر وتندرنس وبين ابن سايز على طول. مفيهاش اي مشكلة ولا فيها اي كلام ولا يعني صح. والله في القاموس الصفحات ما كانت تاخذ الالبريات اما في المصباح المنير فانها تاخذ البريتات والبكتيريا وفي كتاب شفر نقع في البطن وقالت ان الابندكس الحديدي يعني في الزيتونس الاوتار واما رايي الشخصي فشخص فينا هي زي الانفويد ديش برضه خلاص اي اورجانيزم بيثبت في الجسم فتروح للنفس فايز تتعرف عليه يعني ده وان اوف الانفويد ديش ديفينس ميكانيزم يسموها الابدومينال كونفلكت الابدومينال ايه؟ كونفلكت استنى الابدومينال ايه؟ كونفلكت السيكم تحت الانتيريور ابدومينال وقدام السيكم ممكن الاقي الاومنتم ممكن الاقي سمول انتستين لو انا اتكيت على السيكا في حاجه اكيد ابن سايد احس ان في جاز تحت ده هو انديكيت ان هذا السيكا اكستندد للجاز ديستنشن اوف ذا سيكا والجاز والساوند بتاع الموفمنت اوف ذا جاز ان ذا سيكا از اولسو ان انديكيشن اوف اكيوت ابن سايد اكيوت ابن سايد أبندكس. طيب البين بتاع الابندكس بيبدا ازاي؟ اول ما بيحصل انفلاميشن الابندكس الابندكس ده منين؟ هيطلع منها البين كاريوم فايبر مع السمباثيك وتروح للسباينال كورد عند سيجمنت راسك 10 يجي السباينال كورد ريفلكس البين اراوند ذا امبريلا اللي هي سبلايد باي ثوراسيك 10 and this is called a referred vein وهذا referred vein بيبقى vague vein diffuse vein العيان نفسه يقول لك اول ما كان في الم حوالين السره في البطن طب هذا شكله ايه؟ يقول لك الم مش قادر يحدد لان diffuse the visceral vein not localized اول ما يحصل انفلاميشن للبرايات البنزونيه من اللي على الابندكس ابص الاقي البين شيفت من الامبريكاس واستنى في الرايت اللي يفصها سوري بقى ودي كاركترستيك للبين بتاع الابندكس البين يوجوال ستارت اراوند الامبريكاس وممكن يكون معاه فوميتنج بس يوجوالي
وانس، يعني فومتنج واحده، مش يقول لا ده انا طول النهار عمال ارجع، الا في حالات نادره. لكن مش يقول لك اه رجعت مره، او يقول لك نفسي لما عليه عايز ارجع. لان بيحصل معاه الابنسايت بيلور سباد، سباد من البيلور سينكا، فممكن فومت وانس. فالبين اراوند يجي البين وانس، ان البين راح لغايه اليابوسة اعرفي ان في اريتيشن للبرايتال بروتينيين، انفلاميشن للبرايتال بروتينيين، فبقى البين ان هو في لغايه اليابوسة هيبقى شارب بين، هيبقى لوكالايزد بين، انكريز مع الموفمنت بتاعه الابدوم مع الكافي مع الستيننج مع اللافي. هبص الاقي الاسترتش البرايتال بروتينيين، هبص الاقي البين بيزيد. وذاك العين بتاع الابنكس ممكن يشعر بصعبه مكان الابن، يقول لك اهو ليه؟ لان الشعر بين، لان ده الريتيشن للفرايتال بروتينين. فانا لما اعرف ان البين فرايتال الابوس اعرف ان في بيرتونايت، في التهاب للفرايتال بروتينين، التهاب للفرايتال بروتينين. ده البين بتاع الابنكس في السيركويشن بتاعه. المزنت بتاع السمول انتستين، انتوا عارفين المزنت يعني ايه؟ يعني ايه؟ البريتونيوم فول، بتاخد بريتونيوم فول، هذا البريتونيوم فول بيسمى ميزنتري اوف السمول انتستين، الميزنتري اوف ابندكس. هذا الميزنتري اوف ذا ابندكس ماشي في الايدج بتاعته البوستيريور فيكال ارتي، تيجي ميدل ابندكولار، تيجي ماشيه الابندكولار بريزنت، لغايه تيجي داخله في الماسل بول اوف ذا ابندكس تسبلاي ذا تيب. هذا الميزنتري بيسموه ميزو ابندكس. لكل زايده لها ميزو ابندكس متعلقه منه. في الفري بوردر بتاع هذا الميزو ابندكس ماشي الايه؟ الابندكولار ارتي، ومعاه الابندكولار فين؟ هذا الابندكولار ارتي does not reach the tip of the appendix but it gives the muscle cord and then supply the tip of the appendix. فاهمين حاجه؟ لا. ادي الابندكس ده هي دي، مش الابندكس عباره عن انبوبه عضليه اهي وبلايند وكونتينوس مع الكاب بتاع السيكم، دي عضلات اهي. يجي الابندكولار ارتري ادي التيب يجي عامل بيرسينج للماسل وول، والبرانشات بتاعت اللي جوه هي اللي بتصبلاي ايه؟ التيب. ما بيوصلش هو نفسه للتيب اوف ذا ابندكس. عشان كده لما بيحصل مثلا نفترض حاجه سدت الابندكس، ده اليوجوال اللي بيحصل، واحد كان حمار واقف في الابندكس، يعني اي حاجه كبيره واقف في الابندكس، هي يوجوال بتبقى فيكلس. فيكلس بيبقى جزء متجمد من الكونتنت بتاعت الامعاء، وذلك الناس اللي بياخدوا الحاجات اللي بياكلوا الحاجات اللي فيها الحبوب بالذات، انتوا عارفين التين الشوكي؟ ايوه التين الشوكي. التين الشوكي ده مليان بذر. يقال ان هذا التين الشوكي انكريز انسيدنس اوف اكيوت ابيتيتايتس. ليه؟ لان البذر ده ممكن يروح يتحوش في الابيتيتس ويسدها. اما يسدها البكتيريا تنمو من عمره. ويحصل اكيوت ابيتيتايتس. ده التاك. عرفت. طيب لما تلتهم هذه الابندكس الوول بتاعها هيبقى ايديماتوس،